أو ننزل. من أنت حتى تفسر القرآن إذا كان ربنا بيقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير؟ اسمه تدبر مولانا أو خواطر. مولانا الإمام الشعراوي رحمه الله كان بيقول خواطر التفسير. اقرأ القرآن صح وأحسن تفسير. انت عملت عدل من الصبح. ده انت شلت آية من القرآن. لا لا انا ما شلتش. طب انا غلطت في تشكيل. انت شلت آية من القرآن. لا انا ما شلتش حاجة. طب الآية راحت والشيخ كانت اسمها والشيخ والشيخة. اوحاها الله عز وجل ورفعها. طب في كلمة شيخة تؤنس. 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 طيب. الشيخ والشيخة ان زنيا ولا اذا زنيا؟ لا ان عشان شرطية. لا الآية بتقول إذا زنيا. وإذا مش مشكلة. يعرف ليه؟ غلط. إذا تفيد حتمية وقوع الشيء. لا ما تفيدش. إزاي؟ إذا وقعت الواقعة. ما قالش إن وقعت الواقعة. إيه الفرق بين وقعت الواقعة وإذا وقعت هي الواقعة؟ هي إذا أسألك سؤال. إيه الفرق بين إذا وإذا؟ الأول أنت رد عليا. إذا تفيد حتمية وقوع الشيء. لا لا لا. طب هل الشيخ ثواني بس أقف هنا. هل الشيخ مع الشرط يكون متزوج؟ ثواني أقف ثواني أقف ثواني. أنت عمال تلخبط الدنيا في بعضيها. مش بلخبط. ايه دخل ان قلت القران في خطا اللغوي؟ ايه دخل الشرطيه هي اذا بتفيد ايه في اللغه العربيه؟ اذا تفيد ايه حتميه وقوع الفعل الشيء. ايه حتميه وقوع الفعل اذا وقعت الواقعه. مين جاب الكلام ده؟ مين اللي جاب الكلام ده؟ بتقول الكلام ده منين؟ اللغه العربيه. انت لسه من شويه انت عملت تغلط في اللغه العربيه. هو مش لسه يا جماعه قايل قدامكم مفيش تانيث ثواني زوائل مش لسه قايل قدامكم مفيش تانيث لكلمه شيخه في اللغه العربيه؟ احنا دارسين لغه عربيه. شيخة تؤنث في اللغة العربية. ازاي؟ امال ومرأة عجوز. انا ماليش دعوة. انت فهم. هو دي المشكلة يا شيخ محمد. انت بتحاكمنا الفهم. ده القرآن. فهم مين؟ ده القرآن يا راجل. القرآن لما يقول عجوز. يا دكتور عبد الله القرآن عجوزة. لما يقول عجوز معنى كده ان مفيش كلمة شيخة. جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ القرآن ما قالش عربية. يا معنى كده كلمة عربية غلط. هو لازم رد عليا. اسالك سؤال. القرآن عجوز. يا سيدي رد عليا عشان ربنا عشان يا شيخ محمد. عجوز محمد. عجوزة يا شيخ محمد. اولا ده غلط. قول لي ما ينفعش اقول عجوزه ليه؟ انت راجل علامه في اللغه. يلا نتناقش بقى. ما ينفعش اقول عجوزه ليه؟ ايه المانع بسرعه؟ ربنا ما قالش كده. لا غلط. ده مش رد يا بيه. لما تجي لك واحد ملحد لما يجي لك واحد ملحد تقول له القران ما قالش. اقول لك انت القران ما تلزمنيش. انا اقول لك ليه ما ينفعش تقول عجوزه. اقول لك ليه. قال ابن مالك ولا تلي فريقه فعولة اصلا ولا المفعال ولا المفعيله. ده بيت فلسفه ابن مالك. درست النحو. طب هو ده الدليل. استنى بقى ما رد عليك. هو الشيخ يرجم. استنى رد عليا يا سيدي. بطل اسئلتك الحواريه الكتيره. لا الشيخ يرجم نقطة. يعني بلاش تقولي زي العصفور من يعني وسط الغصن. يعني انت قلت لي الايه اتشالت. خليك معايا في دي الاول. اما اثبت خليك معايا. اما اوضح للناس دعوه عجوز. تاني حاجه كلمه شيخه. تالت حاجه رد عليه. لا انما انت ان اللي انت عمال تحكي فيها من الصبح دي. هو دلوقتي لما ربنا عجوز ليه ما قالش انت عندك عجوزه؟ قلت لك عشان في اللغه العربيه كل ما ورد على صيغته فعول لا تضاف اليه تاء التانيث يطلق على المذكر والمؤنث معا. قلت لك الدليل. قال ابن مالك ولا تلي فارقه فعول. لا ما تجيبنيش. ابن مالك تحكمه على النص القرآني.